أحمده بجميع محامده وأشكره وأسأله المزيد من فضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث بإذن الله شهادة عبده وابن عبده ومن لا غنى له عن فضله ولا مطمع له في الفوز بجنته والنجاة من النار إلا بعفوه وفضله ومغفرته وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفضل والسنة وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وفي حديث معاذ رضي الله عنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله سبحانه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا هدى الله به من الضلالة كشف به الغمة وأزال به الظلمة وجعله هادياً إلى صراطه المستقيم بل جعل الله عز وجل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه فقال عز من قائل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وافترض على العباد جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم والتأسي به وأرسله رحمة للعالمين فقال في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين وصحابته الغر المحجلين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله لقد رفع الله عز وجل شأن المؤمن وأعزه وأرسل إليه خير الرسل فقال سبحانه في خواتيم سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما من خير إلا ودلنا عليه وأرشدنا إليه وجاهد في ذلك حق الجهد وبذل النصح وأراد الخير لأمته والله عز وجل رفع شأن هذه الأمة وجعلها أمة الشهادة فقال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومن هو أهل للشهادة يعظم هذه المسؤولية الكبيرة التي وضعها الحق سبحانه وتعالى على عاتقه وكل منا لأنها أمة المحبة ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا لم يجعل صلى الله عليه وسلم محبة المؤمن لأخيه المؤمن من نوافل الأمور بل جعلها شرط كمال الإيمان ومن أجل هذا يتحمل المؤمن هذه المسؤولية عن نفسه وعن أمته ولكن كل منا مسؤول عن نفسه ويقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لا يسأله الله سبحانه وتعالى إلا عن نفسه فكوني أهتم بكل الناس ولا توجد عندي الإجابة لتصرفاتي ولأعمالي التي سيسألني عنها يوم القيامة الله سبحانه وتعالى كمن يتقدم إلى الامتحان ويحفظ كل الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس الذي سيمتحن فيه فالمسؤولية في الأساس والتكليف كل منا مسؤول
والأمة ما هي إلا مجموعة أفراد لو كل منا تحمل مسؤوليته وقام بمسؤولية حق القيام يصلح حال هذه الأمة. ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا، خمسة أمور قدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمة، قال: من يأخذ مني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ويعلمهن من يعمل بهن. عندما قال أبو هريرة أنا يا رسول الله رضي الله عنه، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعد خمسا، فهي خمس منجيات يترقى بها الإنسان. ما هذه الخمس؟ قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. هذه هي النقطة الأولى، اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذا أردت أن تكون من عباد الله المخلص، أول ما يبتدئ به الإنسان أن يطهر نفسه من كل دنس، من كل محرم في الشريعة، من كل سيء في السلوك، من كل عيب في الأخلاق. والظلم أوله وأسوأه الإشراك بالله، ثم بعد ذلك ظلم الخلق وظلم النفس. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو من أول أنواع الظلم، وهي من أول الأمور التي يجب أن يتقيها الإنسان. ثم بعد ذلك ظلم الخليقة، وقبلهم ظلم النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وإن أتيت وإن صليت وإن قرأت وإن عبدت، ما لم تتق المحارم فأنت أبعد ما تكون عن العبادة. كم من الأمور التي نعملها نفسدها بتصرفاتنا وبوقوعنا في المهالك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر سلمان للفارسي عندما قال لأبي الدرداء رضي الله عنه: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فأن يتقي الإنسان ما حرم الله سبحانه وتعالى من كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى في المأكل والمشرب وفي القول وفي التلفظ وفي التصرفات. فقد ورد أن إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرتها أشارت إلى إحدى نسائه الأخريات، أشارت بيدها تشير على أنها قصيرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدت. هي لم تقل كلمة، إنما هي أشارت إشارة، ولكن اعتبرت بهذا المعنى. اتقاء المحارم سواء كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى، أيضا حتى في تعاملي مع الناس. فهذه أولى وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الثاني قال: ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. هذا الغنى الحقيقي. ورحم الله من قال: إذا أقامك عظيم المنة في عمل موافق للسنة فهو مقامك الذي يليق بك، فلا ترم خلافه بشهوتك. وإن أقامك هواء الطبع في عمل مخالف للشرع فبادر بالخروج، لا تماطل واقطع بسيف الحزم كل حائل.
لو شاء ربك العظيم المالك ومن له التصريف في الممالك لكنت في المطلوب من غير طلب فرضى بحكم الله والزم الأدب. الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل عندما تحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصالحين من عباده نسأله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن الله. وإن مرت بي البلايا والخطوب والآلام فالحق سبحانه وتعالى أعلم مني أكيل هذا الأمر وأحتسب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس وهذا هو عين الغنى. قال وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. سبحان الله. أحسن إلى جارك تكون مؤمنة. ولهذا قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحتى فصلنا الله عز وجل الجار المسلم والقريب ثم الجار المسلم غير القريب ثم حتى جار غير المسلم له حق الجوار. وربط الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بالإيمان في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولا يمكن ولا يتأتى من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهين جاره أو يسيء إليه فيحمل ذلك على الإسلام. أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. سعة صدر المؤمن وحبه للخير لكل الناس إرادة الخير للناس. ثم ختمها بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه بقوله ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا لا يعني أن الإنسان يكون عبوسا بل كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يراه يضحك. ولكن الإنسان اللاهي الذي لا يأخذ الأمور بجدية أو يستهزئ بالناس يسخر من خلق الله وينظر إلى الناس بالدونية ويضحك منهم هذه من المهالك. هذه الأمور ترتبط بمسألة مهمة كيف أترقى بنفسي وأكون مؤمن حق الإيمان لأني سأقف بين يدي الله عز وجل وسيسألني سبحانه وتعالى عن نفسي. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سأقف بين يدي الله عز وجل ويسألني سبحانه وتعالى عن تصرفاتي وعن أقوالي وعن أفعالي. فيجب أن أراعي هذه المسؤولية وأراعي هذه الأمانة. ولا يمكن للأب أن يحمل المسؤولية للأم والأم للأب والزوج للزوجة والأخ وهكذا. إنما يتحمل الإنسان مسؤوليته بنفسه ويعمل جهده ويبذل جهده. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه الأحنف بن قيس في يوم صائف شديد الحر وعمر رضي الله عنه كان يبذل جهده لناقة من إبل الصدقة فرت. فعندما رأى الأحنف بن قيس قال ارفع ثيابك واعن أمير المؤمنين. فقال له رجل يا أمير المؤمنين رحم الله أمير المؤمنين لو كلف بها عبدا من الذين يقومون على رعاية الصدقة. فقال ثكلتك أمك ومن هو أعبد من عمر. فأن نتحمل مسؤوليتنا في بيوتنا مع أبنائنا مع أسرنا في مجتمعاتنا التي نحن عليها. فقد هدى الله عز وجل أقواما بسلوك المسلمين والتي تنعكس عن إيمانهم بالله عز وجل وإيثارهم. ولهذا ظل الحق سبحانه وتعالى يخبرنا عن الأمم السابقة وحتى امتدح الله سبحانه وتعالى الأنصار في تعاملاتهم.
الله أسأل يجعلنا ممن يقولون الحق وبه يعملون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.